عسلامة مسيو. بالنسبة لي قدم لي روحك. حميد الرزقي متقاعد. مرحبا بيك مسيو، حبيت تحكي معنا فيما يخص الوضع الاقتصادي في البلاد. الوضع الاقتصادي يبقى هش، وهو هش حاليا أكثر من الهش، وبش يبقى هش لأن الإطارات مش متواجدة. ثم ولاءات بالنسبة للأحزاب وغيرها وللسياسة، ثم ولاءات، والولاءات ما تخدمش الوطن، تخدم مصالح الخاص ومصالح ضيقة. يلزم إطارات نبدوهم من الوزير يكون يفهم في الفلاحة، مش أي وزير يحط في الفلاحة باش يفهم في الفلاحة، ومن غادي هو يعين إطارات أكفاء يكونوا مهندسين في الفلاحة، متخرجين من الفلاحة، مش يجيب لي واحد مات ويحطه غاديك ويتحكموا في الطرق نتاع توزيع المواد الغذائية ولا الفلاحية ولا واحد، ويستوردوا أدوية نظيفة، أدوية باهية، خاطر تو الأدوية اللي استوردوها كلها أدوية تضر بالفلاح أكثر من اللي تنفع الفلاح. السيارات كيما البطاطا استوردوا بط من مصر مسرطن تيشوف البحر الكل عليه، وينهم المحاسبة نتاع هذاك؟ وين المحاسبة كنت استوردوا الزبلة، جابوا الزبلة من برا من إيطاليا وحطوها في تونس؟ تماش محاسبة، تماش ثم محاسبة دينية يمكن، أما محاسبة تاع كل واحد غلط يخلص ما تماش حاليا، ما تماش، مش في الوقت. معناها اليوم ما نجمو نعالجو الوضع المعيشي كان ما يتصلح الوضع السياسي. ما كلها مربوطة بالسياسة، ما تصلحش الوضع السياسي ما تصلحش الوضع الاقتصادي والفلاحي والأوضاع كل ما تصلحش، والاجتماعي كل ما تصلحش، خاطر مربوطة بإرادة، إرادة سياسية. الإرادة السياسية هي اللي باش تطور البلاد، وهي اللي باش تخلق موارد اقتصادية جديدة، وهي باش تشجع رجال الأعمال باش يجيوا يستثمروا في تونس. بينما نحن قاعدين نشوفوا أنه مثلا الاتحاد دمر الاقتصاد، ولكن ما ثم على شكون يحاسب، لا ثم يكون يراقب. الأغلبية الشركات في تونس كلها هاجرت للمغرب. علاش؟ ثم تشجيع، تم تشجيع في الاستثمار في تونس، ما ثماش تشجيع، وما ثماش تشجيع حتى في الفلاحه، ما عادش اغلبيه الفلاحه قاعدين يبيعوا في السوان نتاعهم في الواحد ويهاجروا يدبر خدمه اخرى. كيفاش نجموا نشجعوا الفلاح على الانتاج؟ نشجعوا يجيب له المواد الادويه تكون نظيفه وتكون باهيه ونافعه، مش دواء رخيص وغير نافع غير مجدي. وشجعوه بنخفضوا له الواحد الاداءات، كي ترفع الاداءات يولي ما عادش يخلص. وهي كلها الاقتصاد والسياسه وكلها مربوطه بالبنزين وبالليسونس وبالواحد، كي ترفع هذوما الكل شيء يطلع، كل شيء يطلع، مادام حتى مواد تبقى رخيصه كلها تطلع، كلها مربوطه بالترونسبور. مادام الترونسبور غالي منين باش، والمسالك الفلاحيه ما ثماش منين باش يجيبها، وتلقاها حتى كميونه في خرده في حويله تغرق له في الثنيه، يقول لك مش لازم، يولي صب الطرف نطر ما عادش يخرج. كا وما ثماش حاجة. دونك شنو هو الحل؟ الحل تغيير السياسة، السياسة الجذرية كلها. خاطر الوزراء اللي موجودين تو حاليا ما ريش حتى وزير كفء، ما ثماش الرجل المناسب في المكان المناسب. ما همش أهل اختصاص يعني؟ ما همش أهل اختصاص، اختصاصه مش موجود غادي. في ميادين أخرى يمكن، أما الغادي فكسياسة باش يدير وزارة صعيب شوية. نتاع إداريين اللي موجودين الوزراء كل إداريين، مش
مش تاع وزرة باش يديروا وزارة كاملة، وما مش أهل الاختصاص، ما يفهموش في الميدان هذا، كانوا وزير باش صح في ورقة وانتهى الأمر. الارتفاع المحروقات أثر على الاقتصاد، أثر على الفلاحة، أثر على المجتمع بصفة عام، وهمش الجماعة الفقراء زاد فقرهم، حتى الطبقة المتوسطة زاد ما عادش في تونس، ما عادش ثم متوسط، ثم فقراء وكلها دخلت للفقراء. حسب ما نشوف انه الوضع المعيشي مس الطبقات الكل، مس الطبقات الكل، ما دام يغليك في المحروقات باش تمس الكل، الاقتصاد الكل يتضرب، والاقتصاد ما عادش ثم معامل شركات تصنع توا، الشركات الكل هاجرت. هاجرت هذا جراء السياسة هامشية، ما ثماش سياسة ممنهجة، ما ثماش سياسة تخدم البلاد، الكلها تخدم في مصالح، ما ريش أنا حزب يخدم في مصلحة الوطن، ما ثماش وطنية. وهاك ترى حتى في أولادنا اللي قاعدين يهاجروا لأوروبا وغيرها، ما ثماش خدم، كان ثم خدم وفرت له الدولة خدمة، يا إما توفر له خدمة ولا تسيبه خليه يمشي يهاجر يدبر راسه ويجيب طرف فلوس لهنا البلاد يدخل فلوس، أما كي لا تسيبه ولا عبارة حشاك كيما الكلب تربته، لا تعطيه إياك لا تخليه يمشي يدبر عشاه. بالضبط في تونس عملت الدولة، عملت للشباب لا دبرته خدم، لا أعطته خدم، لا خليته يهاجر. لو وضحت له حاجة هكية في مستقبله، برنامج هكا واضح للشباب. بالنسبة للشباب في تونس لو كان يعطونا جنسية أخرى ونتخلوا على جنسية تونسية يكون أحسن، لأن ما عاش عنا ثقة حتى في حد. لو كان شبابنا اللي عنده كفاءة يشد البلاد، هل ينجم يقدم بها تونس ولا؟ تدريجيا ينجم، تدريجيا، مش بين عشية وضحاها باش يتطور البلاد. أما بالنسبة للوضع في تونس، يبدأ مثلا رجل كبير خرج لانتري، تحط معاك الخمس سنين واحد متخرج من الجامعة ياخذ عليه الروليف، ما كملوا الخمس سنين إلا هو سيء ولا طيارة في الميدان نتاعو. أما الشباب ياخذ فرصة، والشباب خذا فرصته معاك لهذاك، خذا الكفاءة، هو عنده الكفاءة وخذا الخبرة، الخبرة باش ياخذها معك الخارج لانتريت، نحن يخرج لانتريت زيد خمس سنين اخرين، كي تزيد خمس سنين اخرين معناتها وخرت 10 سنين اخرين للشباب اللي يتخرجوا مع شرقه وخدم. يعطيك الصحة مسيو، خلي لي كلمة الختام. ان شاء الله نتفائلوا خير وكا هو. قول الرسول صلى الله عليه وسلم، تفائلوا خيرا تجدوه، نحن نتفائلوا خير وان شاء الله.